الكل عمال يتساءل عن مباراه الترجي والمولوديه، هنا الزمالك وتنجيت ان شاء الله الدنيا الزمالك قادر على الفوز، لكنه كلام كتير جدا على مباراه المولوديه والترجي او الترجي والمولوديه. خلينا ناخد عبر زوم الزميل الاعلامي التونسي الشهير اسلام المؤدب، رئيس تحرير جريده الرياضيه التونسيه. استاذ اسلام مساء الخير، ازيك؟ تحياتي ليك، تحياتي لكل الشعب التونسي الشقيق. تحيه ليك كابتن شبير، تحيه ليك ولكل الساده المشاهدين في مصر الحبيبه. حبيبي اسلام، يعني منذ ان انتهت مباراه الزمالك مع المولوديه بالفوز للزمالك 2-0 وتجدد اماله في الصعود، ومباراه الترجي مع تونجيت والتي لم تكن سوى تحصيل حاصل، وان كان لو الترجي كان فاز كان ضمن الصداره، الا والحديث عن مباراه المولوديه والترجي او الترجي والمولوديه، وكلام كتير في الشارع وفي الساحه وعبر السوشيال ميديا انه يعني المباراه هتكون يعني مش بجديه شويه، ده الخوف اللي موجود في الشارع المصري خصوصا من جماهير نادي الزمالك. والله يا كابتن، هو خوف ما سامحني ما عندوش اي داعي، باعتبار ان الترجي فريق كبير جدا في افريقيا. نعم. ترجي 100 سنه من التاريخ، من الالقاب، من البطولات. ترجي ما ينجمش يكون معناتها حتى يقبل حتى مجرد التشكيك في في امكانيه لعبه من اجل الفوز في جميع مقابلاته، يعني الترجي التونسي. بصراحه فخليني حتى اقبل مني حتى لوم وعتاب خفيف حتى على بعض وسائل الاعلام المصريه من ناحيه رغبتها في التحكم في تشكيله الترجي، والا مجرد اقتراحات من هنا وهناك. سامحني، هذا تجاوز حتى للحدود. سامحني كابتن شبير، انت اكيد تعرف مقابلات كره القدم فيها ربح فيها هزيمه. الترجي ما ينجمش يلعب تاريخه، وانت تعرف تاريخ الترجي جيدا كابتن شبير. اعتقد او مش اعتقد، اجزم ان الترجي سيخوض المقابله من اجل الفوز كما يدخل جميع مقابلاته. فريق بلجيكا اكيد الترجي التونسي، الناس نسيت انه في مقابله يوم غد للترجي اكيد مهمه جدا في البطوله التونسيه. نعم. مع الاولمبي البيجي، قد تحمل معطيات هي ايضا بخصوص اللاعبين اللي لازم يكونوا موجودين في مقابله الزمالك. اتمنى انك ما تكونش هناك معطيات سلبيه مقابله بالطبع مولديه الجزائر. اتمنى. نعم. ما تحملش المقابله معطيات سلبيه مقابله البيجي. ايضا ترجي منقوص من خدمات محمد علي اليعقوبي اللي تحصل على بطاقه صفراء كاس، اكيد باش يخلي غيابه معناتها مكان كبير. ان شاء الله الترجي باش يكون في الموعد من اجل الفوز بالمقابله، يدخل مقابلته بعد من اجل الفوز ولا غير شك ولا اي شيء غير الفوز. اسلام، ما الحقيقه ما فيش اي تشكيك حصل في مصر، كل ما طلب هو الفير بلاي، وطلب الفير بلاي من الاربع فرق سواء من الترجي او من المولوديه او من الزمالك او من تونجيت، لكن لا تشكيك على الاطلاق، لانه معروف تاريخ الرياضه التونسيه، معروف تاريخ فريق باب سويق او الترجي زي ما بيطلق عليه في تونس الحبيبه. فكلمه الفير بلاي والحقيقه بس هو اللي عمل نوع من انواع التخوف شويه، انه محمد علي يعقوبي غائب بسبب الانذارات وده غياب اضطراري، لكنه الكلام اللي على حمدي النجاز، الكلام اللي على الياس شتي، الكلام اللي على كمان اعتقد محمد علي بن رمضان، غيلان الشعلالي، كل ده شويه عمل نوع من انواع القلق شويه. اتفضل. الياس شتي الظهير الايسر الاساسي، الباك ليفت الاساسي، هو غايب تقريبا منذ زوج مقابلات، منذ مقابله الماضيه ومقابله قبل الماضيه بسبب الاصابه. حمد النجيز، محمد علي بن رمضان، غيلان الشعلالي، ثلاثي عندهم تتهددهم البطاقه الصفراء الثالثه. الترجي تقريبا ضامن تاهله فقط. اسمح لي نتجاوز حدودي شويه معك. تفضل تفضل. ونحط قولك حط نفسك يعني مكان الترجي، يعني انه فريق مهدد لاعبيه بقيمه حمد النجيز، بقيمه محمد علي بن رمضان افضل لاعب في تونس حاليا، قيمة غيلان الشعلالي، يكونوا مهددين بالبطاقة الصفراء. أكيد حيفكر الإطار الفني في مقابلة الربع النهائي اللي أعتقد أنه أهم للفريق بالمقابلة المولدية. نعم. إحنا الترجي التونسي حيخوض المقابلة أكيد دون دخول في حسابات كما يخوض كل مقابلاته. أنا أعتقد طبعا شفت طلعت هذه الصفحات المصرية،
شفت عديد التعليقات الحقيقة ما عجبتنيش. هذه جماهير يا اسلام، يعني جماهير هذه اسلام، هذه جماهير نحن يعني لا انتوا ولا احنا، لانه في تعليقات هنا وهنا وفي كل انحاء العالم ما بنبقاش مسؤولين عنها، لكنه الخطاب الاعلامي المهذب والمحترم والذي يحمل كل ود وحب للاخوه الاعزاء في تونس ده كان الحقيقه هو السائد في الاعلام المصري. لكن اكيد تتفق معي ان احنا مش مسؤولين عما يكتب من بعض الجماهير على بعض الصفحات يا اسلام. اليوم حتى بعض وسائل الاعلام سمحني يا كابتن تتصور مسؤولين في قيمه الترجي، فريق فيه لاعبين من الجزائر، في لاعبين من ليبيا، في لاعبين من الساحل العاج من كوت ديفوار، لاعبين من غانا ايضا، تتصور فريق بقيمه الترجي باش يلعب بتاريخه عادي انه كان يصير حاجات من النوع هذه بعد عام وعامين؟ معناتها فشل الحاجات هذه، الترجي ما يلعبش بتاريخه، الترجي تاريخه كبير وباش يخوض مقابلات المونديال كما كل المقابلات من اجل الفوز، من اجل زمان صلاه المجموعه يدخل في حسابات الزمان. لو يلوم يمكن تسمحني يلوم نفسه اكثر لانه خلى نفسه في مثل هذه الوضعية. عموما طبعا بالنسبه لموضوع الانذارات انا قلت هنا حتى انه بتفق مع معين شعباني انه الثلاثي اللي بيحمل ثلاث بطاقات من حقه تماما انه يرحم، لانه مواجهه ربع النهائي هي الاهم، خصوصا انه ضمن الصعود. ما حدش ابدا بيقدر يتكلم في صالح الفريق، هذا امر فني يخص الكابتن معين شعباني ويخص نادي الترجي، ولا احد ابدا يعترض عليه. وباكد لك انه الثقه من هنا لحد تونس او لحد اخر الدنيا موجودة بنسبة 100%، ولكنه ليطمئن قلبي يعني، ما يعني ده أمر برضو لا يزعج ولا يحزن أحد، أعتقد تتفق معي يا إسلام يعني. فقط كلمة كابتن هو ترجي تقريبا لو كان ترجع حتى للمقابلات الماضية منذ بداية الموسم أو حتى يمشي معك أبعد منذ الموسم الماضي، تقريبا يخوض جميع المقابلات مقابلة بالفريق الأول ومقابلة بالفريق الثاني. يعني حتى لو كان تم الاعتماد على الفريق الثاني يعني ما هيش بدعة هذه، انه نجم ترجع حتى بالتاريخ وتتاكد بنفسك. يعني منذ الموسم الماضي الفريق يخوض مقابله في ظل تفشي فيروس كورونا عافاكم وعافانا الله، اكيد المقابلات رتم المقابلات عالي جدا، كل ثلاث ايام مقابله الفريق قاعد معين الشعباني يتصرف بطريقه ذكيه جدا في البشري الموضوع هذا. لكن اكد لك الترجي مهما تكون الغيابات، مهما تكون الاسماء اللي عنده، جميع اللاعبين اللي عنده رصيد بشري كبير جدا، حتى لو كان بالفريق الثاني الترجي ولو انه هذا مستبعد، قادر على يفوز على المدير والا على اي فريق ثاني. طيب اخيرا، ما يتردد في بعض وسائل الاعلام ان هناك باب التفاوض تم فتحه ما بين الاهلي، مسؤول الاهلي والترجي بخصوص اللاعب حمد الهوني، هل لديك اي اخبار؟ مستحيل، الترجي التونسي متمسك جدا حاليا بحمد الهوني، حتى لو كان تم باب التفاوض بتفعيل شرط جزائي يمكن، لكن ما فماش الى حد الان اي مفاوضات بين الاهلي وحمد الهوني. الترجي متمسك جدا بلاعبه اللي جدد عقده الموسم الماضي مع الفريق، سعيد جدا بوجوده في تونس حمد الهوني. اكيد حتى نشر منذ يومين صوره ليه على موقع في انستغرام كذب كل الاخبار هذه. ان شاء الله ما يدخلش في مثل هذه النتائج، خاصه ان اللاعب يجب ان يكون مركز في الايام الحاليه على مقابلات فريقه في دوري ابطال افريقيا، هي اهم حاليا من عروض الاهلي اللي ممكن ما عادش نستغرق في مثل هذا التوقيت. دائما تخرج اخبار حول الاهلي رغب تقبل في انس البدري والا يوسف البلالي. اكيد حمد الغني مطالب انه يكون مركز على مقابلات فريقه اكثر من اي شيء اخر. الزميل العزيز اسلام المؤدب رئيس تحرير جريده الرياضيه التونسيه، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب ده كان زميلنا الاعلامي اسلام المؤدب من تونس.